أوميجا 3. هو إحدى أنواع الدهون المتعددة غير المشبعة، وهي المادة المسؤولة عن إنتاج العديد من المواد التي تحافظ على توازن الكثير من العمليات الحيوية في الجسم، كبناء خلايا الدماغ، وتشكل جزءاً رئيسياً من الأغشية الخلوية في الجسم. وعلى الرغم من أن جسم الإنسان يمكنه صناعة معظم أنواع الدهون، إلا أنه لا يستطيع صنع الأوميجا 3، وإنما يحصل عليها من مصادره الغذائية. هناك نوعان من أحماض أوميجا 3. أحماض أوميجا 3 الحيوانية، والتي تحتوي حمضين، حمض الأيكوسابينتينويك وحمض الدوكوساسينويك. ومصادرها: دهون الأسماك وزيت كبد الحوت وبعض الطحالب البحرية وصفار البيض. أحماض أوميجا 3 النباتية، المعروف باسم حامض ألفا لينولينيك، ومصادرها: زيت بذور الكتان والجوز. تحتوي العديد من أنواع المأكولات البحرية على كميات صغيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي الأسماك الدهنية على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي الأكثر فائدة. وتشمل خيارات السمك الجيد الغني بالأوميجا 3 ما يلي: السالمونة، السردين، الإزقمري الأطلسي، سمك القد، الرنجة، سلمون البحيرات المرقطة، التونة الخفيفة المعلبة. وهناك خيارات نباتية تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي: بذور الكتان وزيت بذور الكتان، الجوز، زيت الكانولا، فول الصويا وزيت فول الصويا، بذور الشيا، الخضروات ذات الأوراق الخضراء، حبوب الإفطار والمعكرونة والحليب ومشتقاته وغيرها من المنتجات الغذائية المعززة بأحماض الدهنية أوميجا 3. فوائد الأوميجا 3: تعزيز صحة القلب، خفض مستويات الدهون الثلاثية، تقليل خطر الولادة المبكرة، محاربة الاكتئاب، المساعدة في علاج الالتهابات، تخفيف أعراض الالتهابات في الرئة مثل الربو، منع إنتاج المركبات المحفزة للالتهاب، والتقليل من أعراض التهابات المفاصل وآلامها. تعزيز صحة الدماغ، تخفيض ضغط الدم. يعد من أحد المكملات الهامة جداً للأطفال والرضع، وذلك بسبب دوره المهم في النمو السليم للدماغ، وله دور مهم عند الأطفال المصابين بصعوبات التعلم واضطرابات التركيز وحتى الاضطرابات السلوكية. مخاطر نقص أوميجا 3: يسبب نقص أوميجا 3 العديد من المشاكل، منها مشكلات في الشعر والأظافر والجلد، الشعور بالتعب ومشكلات في النوم، قلة التركيز والانتباه، وجع المفاصل وتشنج الأقدام، اضطرابات في الدورة الشهرية عند النساء. شكراً على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.